زي ما قلت يا تيمي، عاوز اروح معاك في كل مكان. انا كنت بحلم اجي هنا. مش مسموح للكلاب، قوانين دوج دي مادوم بيكره اي حاجه باربع رجلين بما فيهم ترابيزه الاكل. عشان كده باكل واقف. انت روح على البيت يا كلب، خلي النعامه تدخل عشان ليها رجلين اتنين. تذكرتين لساحر المخالب من فضلك. اسف، مش مسموح للكلاب، ممكن تدخل انت يا سيد نعامه. ما تزعلش يا سباركي، خلينا نروح منتزه الكلاب، هيسمحولك هناك. اسف، مش مسموح للكلاب في منتزه دوج دي مادوم. ازاي يعني منتزه كلاب وما تسمحش للكلاب بالدخول؟ انا بحب احبطهم وبحب احبط ترابيزه الاكل لان ما عندهاش مشاعر. خرجي ترابيزه الاكل دي من هنا بسرعه، بتخوف النعامه. ليه وشك حزين يا تيمي؟ بيرفضوا ان سباركي يدخل اي مكان علشان كلب. اصل الكلاب موضة قديمة، بيحبوا الحيوانات الحديثة زي السلحفاء، التمساح، ناتاشا. فكرت انها من السلاحف، لكن السلاحف ما عندهاش ابهام، وانا كمان ما عنديش زيهم. بتحبك، نصيحة، ما ترفعش ابهامك. ماشي، ارجع لموضوعي. هيكون رائع لو سباركي يقدر يروح اي مكان بروحه. استنى، هي دي. أتمنى سباركي يكون إنسان. رائع. ماشي، ده مخيف، لازم تقف دلوقتي. انحني شوية، انت أطول مني. ده مدهش جدا، بس افتكر انك بشري، يعني تتصرف زينا. ماشي يا تيمي. عزيزتي، عندك حق بخصوص تيمي، هو قصير بالنسبة لسنه. مين صاحبك ده؟ هو طالب التبادل الأجنبي سباركي. أوه، صدفة غريبة. تيمي عنده كلب اسمه سباركي، بيحب يشرب من التواليت. وانت؟ ما تجاوبش. سباركي كمان بيحب الكتب والشم ومطارد ديله. انت بتطارد ديلك؟ ما تجاوبش ده كمان. بمناسبة كلبك سباركي، عندي عظمة عاوز اديها له، جيت اديها لنعامة، جريت على منتزه الكلاب. بابا، أنا ممكن أشرح لك. مفيش داعي يا تيمي، مش لازم نحكم على ضيوفنا الأجانب حتى لو كانوا متوحشين. صاحبنا من أي بلد؟ رومي. أوه تيمي، بقيت بتخترع بلاد. ده مدهش يا سباركي. بصراحة الأكل البشري أحسن من أكلنا، وخصوصا الجبنه السايحه تجنن. كنت بتكلم عن اني اخدتك لمهرجان التدمير. ايوه، انا كنت بحلم اجي هنا. عارف، مفيش متعه اكتر من انك تشوف رجاله كبار بيخبطوا عربياتهم ببعض. ها هو ده باباك. المساعده، مشيت غلط وانا رايح المغسله. دلوقتي المفروض اروح للميكانيكي واصلحها. اوه، جبنه من المضخه، بحب اني انسان. سباركي، اني اخليك انسان هي افضل امنيه تمنيتها. زي ما قلت يا تيمي، عاوز اروح معاك في كل مكان، انا مش عاوز اكون كلب تاني ابدا. عندنا تلميذ جديد، انت منين يا ولد يلي اطول من تيمي؟ رومي. انفع عشان بتخترع بلاد. اي 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 اي. أنا أكلت رجل الكرسي. ماشي، ده كان مضحك قوي، لكن ما كانش لازم تعمل كده. سباركي سنجاب. سنجاب. المدرسة انتهت. سباركي، انت رايح فين؟ ما عنديش فكرة، أتمنى يكون مكان فيه جبنة سايحة. أشوفك بعدين يا تيمي. يا تيمي، سباركي اتأخر برا، أظن إنه مبسوط قوي إنه بشري. أيوه، أنا فرحان إنه بيعمل حاجات ما كانش بيقدر يعملها، لكن برضه بيوحشني. أنا فاهمك يا تيمي، من ساعة ما السلحفاة التمساح بتاعتي سابتني، عندي فراغ في قلبي. ناتاشا سابتك؟ مشيت، أكلت قفصها الحديد وهربت، اختفت. اتمنيت الأمنية علشان أنا وسباركي نكون مع بعض، لكن دلوقتي بشوفه أقل من الأول. يعني بتتمنى يرجع تاني يعضك؟ تقريبا زي ما ناتاشا عملت معايا بعد ما مضغت القفص. القضبان دي كانت مكهربة.
اطمن يا تيمي، سباركي هيزهق من البشرية بسرعة وهيطلب يرجع حيوان تاني. بتمنى ناتاشا ما تكونش عاوزة تبقى حيوان تاني. خوفتك جامد ها؟ لا، كنت بترعش عشان ماسك القفص المتكهرب. رائع جدا ان يكون انسان. دلوقتي ممكن اكل شوكولاتة من غير ما اتعب. استنوا، كنت غلطان، انا اكلت كتير. شفت بقى، انا جبت كمان قطة تطردها وقت معوز. اكلت شوكولاتة تاني. ممكن اطير طيارة يا تيمي. تطير وانت كلب سحري. لكن انا بكسب 80,000 في السنة. اصدقائي ده سيء، عاوز انا وسباركي نكون مع بعض زي ما كنا. اتمنى سباركي يكون كلب تاني. كتلة الحب الحقيقي مين اللي بيحبه؟ سباركي. سباركي بيحب انه يكون انسان، وما نقدرش نرجعه كلب الا اذا كان هو عاوز ده. ده شيء هايل، سباركي بيحب انه انسان. ممكن تسوق الامنية اكتر؟ تيمي ترنر، الامور بقت اسوأ، انت في مأزق، لعبت في علاقة البشر والكلاب. انت بتقول ايه؟ ده قانون التوازن البيئي، عشان خليت سباركي انسان في فراغ في عالم الكلاب، ولازم انسان ياخد مكان سباركي، ولما قلت انسان قصدي انت. مش عاوز اكون كلب. لو عاوز الامور ترجع زي ما كانت، اقنع سباركي انه يرجع كلب، لكن عندك بس اسبوع والا هتكون كلب للابد. اسبوع برضو وقت كويس. بوقت الكلاب يعني ساعة. لا، بالمناسبة انت شبه قطعة الحلويات. اوه، كلب وردي لطيف، اسمك ايه؟ تيمي؟ صدفة غريبة، عندي ابن اسمه تيمي. حاجة مش لطيفة. يعني حاسة شم الكلب حساسة يا تيمي. تيمي لازم تقنع سباركي انه يكون كلب تاني. المهم الاقيه. سنجاب. لا، دلوقتي محتاج اشرب من التواليت وطارد ديلي. كوزمو واندا بسرعة ودوني لسباركي. اهو سباركي. مش مسموح للكلاب. كوزمو واندا شوفوا سباركي. اوه، ازيكم تاكلوا؟ سباركي لازم تنقذ تيمي من انه يتأذي على الطريق. تيمي هو فين؟ كل اللي شايفه عربية رايحة ناحية كلب شبه قطعة الحلويات. الكلب اللي شبه قطعة الحلويات دي هو تيمي. صدفة غريبة، صاحبي اسمه تيمي. اوه لا، ده تيمي. عشان كده بسوق دايما وانا واقف. تيمي انت كويس؟ انت ليه بقيت كلب وردي؟ لما انت بقيت انسان انا تسببت في عدم توازن غريب في الكون، حولني الكلب. لكن بحب اني اكون كلب. بجد؟ ما تفهمنيش غلط، بحب قوي اني اكون انسان، لكن لبس الهدوم مش مريح. ده هايل يا سباركي، فاضل 30 ثانية والغي الامنية والا هفضل كلب. بس قول الكلمة يا تيمي. اتمنى. قلت مش مسموح للكلاب. لا، تيمي لازم يتمنى خلال 20 ثانية والا هيفضل كلب للابد. اطمني يا واندا، انا عارف هعمل ايه. ده مش بيساعد. مش بيأذي. اي حد يقول لي ازاي اروح المغسلة؟ قولها، في ترابيزة في الطريق، هخبط الراجل بتاع رعاة البقر. اتمنى سباركي يرجع كلب تاني. اكيد احنا قلبنا الترابيزة في الموقف ده، فهمتوها؟ دلوقتي خلينا نخرج. ازاي ده هيساعد؟ ده مش مؤذي. دلوقتي مؤذي. انا سعيد ان كله رجع لطبيعته يا سباركي. ايوه، المفروض نكون كده يا تيمي، انت ولد وانا اكون الكلب السحري المتكلم. ماشي يا تيمي، الظاهر ان الامنية دي مش هتنقلب عليك وتعضك تاني. اوه، سلحفة تمساح جديدة، هرميها على دينكلبير. لا، صباعي.